يا مهندس، يعني جهاز الادخال كيف؟ هل هو يعني يشتغل ذاتي ولا كيف؟ يعني ايه جهاز الادخال؟ اللي راح نوصل فيه الحساس. حلو، هو الحساس هو جهاز الادخال، الحساس نفسه ده هيبعت. هو قصده اللوح، قصده اللوح. قصدك اللوحه تشتغل. اللوحه دي اولا بتاخد هنا باور سبلاي، بتاخد من فيشه كده كهرباء عشان هي تشتغل ككومبوننت. هي هتشتغل ازاي؟ ادينا هنشرح يعني اللي هيحصل لما الحساس يدي اشاره واللوحه تعالجها، وبعد كده يدي امر للساوندر مثلا يطلع صوت. ده احنا هنقوله اهو. لا بس لو صار شورت مهندس مثلا قصة الشورت دي قصة تانية، لسه هنعرف في حاجة. احنا هنحل القصة بتاعت الشورت. في حاجة بيسموها الايزوليتور. الايزوليتور لو انت فاكر اول سلايد تقريبا احنا قلنا عليها، في حاجة بيسموها العازل او الايزوليتور، هنحطه كل فترة كده في النظام القديم، او حاليا اصلا كل حساس في عازل. قصة العازل دي على فكرة من كويس انت سألت الحتة دي. قصة العازل دي حتة مهمة جدا جدا جدا. زمان كانوا في اخر، بص كده هنيجي في تفاصيل طبعا، حاجات دي ليها مخططات تفصيليه هيوضحها لك. كنا بنيجي في اخر اللوب، يعني بص اللوب دي ماشيه ازاي اهي، ماشي كده. على فكره في اللوب تقدر تركب اي حاجه، يعني انت ممكن جوه اللوب تركب صوت ديتكتور، وبعديها بشويه تركب هيد ديتكتور، وبعديها تركب ساوندر، وبعديها تركب مانوال كول بوينت. دول كلهم بيركبوا. طب يمكن هوريها لكم بنركبها ازاي في العملي. تمام، بتمشي كده 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 لحد ما تقفل وتروح راجع للوحه تاني. دول كلهم اسمهم لوب، جواها مانوال كول بوينت، وجواها سموك ديتكتور، وجواها هيد ديتكتور، وجواها ساوندر. في ناس بتحطهم كلهم على نفس اللوب. في ناس طبعا في المشاريع الكبيره تعمل لوب لساوندر وتعمل لوب للحساسات. لما بنيجي نشتغل في الحياه العمليه، كويس ان انت سالت. بص الناس معايا عشان سؤال الايزوليتور ده مهم، انا بجاوب على اسئله مهمه جدا انتوا بتسالوها. ادي الايزوليتور كانوا بيعمل ايه يا باشمهندس؟ ادي اللوحه اهي اللي على اليسار. تمام، إيه؟ بيجي يعمل ايه؟ ياخد حساسه. واحنا بنوصل اللوب ده ازاي؟ يعني مش معقول احنا كمهندسين، انا لازم ابقى عارف لو انا عايز اوصل. بص كده ركز معايا، ركز معايا يا باشمهندس عشان الحته دي مهمه. افرض ان انا عندي دي غرفه، اوضه. الغرفه دي فيها اربع كشافات، وانا هنا عندي مفتاح او عندي مصدر كهرباء اي سي. بوصل الكشافات دي ازاي؟ باخد الكشاف ده اهو، ليه سلكتين لاين ونيوترال، صح؟ باخدهم واروح رايح للكشاف اللي بعده لاين ونيوترال، بعد كده اروح رايح للكشاف اللي بعده لاين ونيوترال. تمام، بعد كده واخد من اخر واحد رايح على مين؟ على المفتاح. المفتاح بدخل عليه لاين بس طبعا، والنيوترال بيدخل في مكان النيوترال. حس انا لو قفلت معلش عيد يا مهندس. تاني انا بشرح دي ليه، بشرح دي ليه بتاعت الكشافات. بص كده تحت هنا في واحد يقول لك طب احنا بنوصل ازاي السموك ديتكتور والهيد ديتكتور الحاله العمليه؟ تمام، انا باجي بعمل لوب. احنا قلنا لوب يعني ايه؟ سلكتين، سلك لاين وسلك نيوترال، خلاص. تمام، يعني انت لما جيت شفت هنا بين الرسمه اللي احنا كنا شايف الخط ده مش سلكه واحده، هو هنا مرسوم للتبسيط سلكه واحده. تمام، يعني انت داخل لك بتطلع بسلكتين تمر بيهم وتمشي. شفت انت يا باشمهندس فكره المشترك؟ المشترك بتاع الكهرباء توالي، يعني دقيقه بس مش توالي، اصبر معايا. ادي ده مشترك كهرباء. مشترك الكهرباء لو فكيته هتلاقي فيه عيون هنا، صح؟ مثلا مشترك ده فيه ثلاث عيون اهو. انت بتجيب طبعا فيه طبعا اللي هو الارض مع الكل، بتجيب التلفزيون مثلا وبتركب الكابل بتاع التلفزيون هنا. فبقى هنا جوه هنا في ايه؟ هنا في تي في. هنا مثلا تركب الكابل بتاع الكمبيوتر، فبقى هنا في كمبيوتر. هنا ركبت الكابل بتاع اللابتوب، فبقى في لابتوب. وفي الاخر واخد السلكتين دول ورايح على مين؟ الراس بتاعت الفيشه دي مدخلها في الفيشه في السوكت. تمام، صح كده. الاجهزه إيه؟ دي الاجهزه دي تي في واللابتوب والكمبيوتر. سؤال للناس بتوع الكهرباء المهندسين اللي بتنفذ، الاجهزه دي واصله على التوالي ولا على التوازي مع بعض؟ التوازي. كله لازم يجمع ان هي شغاله على التوازي، لان كده كده واحد قال لك يا اخي ايه المهندس قصدك التوصيله ولا انا؟ بص مش بتكلم عن السلك ده، ماشي كده اهو. ده كانه احنا مش موصلين حاجه، ده سلك، ده حته نحاسه جوه وبنلم فيها. وسلك هنا برضه ده حته نحاسه وبنلم فيها. انا بتكلم على اهو، لو انا كبرت الموضوع كده شويه، وادي ده خط الصوت. هذا هنا في التلفزيون. التلفزيون ده يا شباب نواطي، الجهاز ده يا باشمهندس والجهاز ده مين مع بعض على ايه؟ على التوازي، لان هم بياخدوا نفس الجهد. يعني الجهاز ده عشان يشتغل ياكل يشرب بياخد 200، الجهاز ده بياخد 200، يبقى اي مشترك بيطلع جهد ثابت. انا اللي عايز اقوله ان الاجهزه جوه المشترك بتبقى انت موصلها على توازي. موصلها على ايه؟ تمام، على توازي. احنا ناخد القطعه هنا، لو انت بسيط، هو الناس دايما في التوضيح بيرسم لك دي كده، تمام؟ خط. يعني انت لو شفت في السلايد ده خط اهو، يقول لك رايح كده وماشي وراجع ومش عارف ايه. بس في الحياه العمليه احنا بنبقى ماشيين بسلكتين. شايف الرسمه دي؟ هي دي اللي بتوضح الوضع. دي الرسمه الاولى يا مهندس. دي لا اللي كنتويها اول، اللي انا كنت بسويها. حاضر، احنا طلعنا بس ولغينا اللي موجوده. انت عايز الرسمه بتاعت المشترك ولا بتاعت الكشافات؟ انا اللي رسمتها انت. المشترك. ادي المشترك، خلينا نمشي كده تاني اهو. انا عندي ادي مشترك. المشترك ده بيبقى عباره عن ايه من الداخل ببساطه؟ عباره عن حته نحاسه كده، وحته انت فك مشترك وحته نحاسه كده، وجاي الراجل هنا لاحم في النقطه دي، والنقطه دي
سلك واخر السلك وطالع لبرا رايح على البي، دول طرفين واحد لاين واحد نيوترال، فرق الجهد بين فرق الجهد بين الطرفين دول 220 فولت. انا هنا هعمل ايه؟ بعمل الاخرام او الفتحات بتاعت المشترك صح، ايه اللي هركب عليها الاجهزه. سيبك من الارضي، خلينا ان هما طرفين اللاين والنيوترال، فبركب هنا بين الطرفين دول تلفزيون تي في، ففي سلكه طالعه من اللاين مغذيه طرف وسلكه طالعه من النيوترال من تحت مغذيه طرف، وهنا مركب لابتوب مثلا. فانت اللي عايز اوصله لك ان عشان اغذي تلفزيون ولا لابتوب ولا كمبيوتر ولا غساله ولا ثلاجه ولا اي حاجه، انا عايز عشان اكلها واشربها نقطتين. تمام صح كده، عشان نفس الفولتيه تكون يا دكتور. نفس الفولتيه، نفس الفولت، عشان احقق نفس الفولتيه دي انا عملت كده الاجهزه دي اهو، ده خط وده خط، يبقى اكيد اللي بينهم دول توازي، يبقى محدش يقول لنا موصل جهاز على توالي. تمام. ليه طيب؟ ليه خلينا نقول، حتى اذا تعطل الجهاز يا دكتور ما يفصل. الله يفتح عليك، هو ده اللي احنا بندرسه للطلبه في الكليه، اللي هو ايه في حاله التوالي. انا مغذي ادي ديفايس وادي ديفايس وادي ديفايس وماشي كده، وحصل ان ده حصل فيه فيلير، فشل عود، فالكهرباء هتوصل للكشاف ده وكل اللي بعده فصل، لان الدايره بقت ايه؟ احنا عندنا الدايره حالتين، اوبن سيركت وشورت سيركت صح، مش ده الكهرباء. انا عندي اوبن سيركت يعني دايره مفتوحه، وشورت سيركت يعني دايره مغلقه. انا بوصل كل الديفايس تمام حاله اللو كرنت، بوصلها على توازي. وفي حاجه هناخدها مهمه جدا اللي هي ايه، اشرحها ان شاء الله، سويتات. شوف السويت على النت، سويتش ده لو انا موصل هنا ادي بي سي 1 وادي بي سي 2 وادي جهاز مش عارف وادي كاميرا وادي باب دور، ده كله بياخد كل واحد من الحاجات دي خلاص في اللو كرنت، بياخد رقم وبيوصل له سلك نت وبياخد رقم وبعرفه اي بي. الله يفتح عليه. هل كان ينفع نوصل الاجهزه دي على التوالي؟ يعني لو حتى بي سي هات اجهزه كمبيوتر بي سي 1 وبي سي 2 وبي سي 3، لو انت دلوقتي حصل ان الباب الفلاني ده اهو، الباب ده حصلت فيه اي مصيبه، الدايره بتاعته الكابل شاط ولع، الباب نفسه راح في داهيه، هل الكاميرا هتفصل؟ لا. إيه؟ لا مش هتفصل، مش هتفصل. لا توالي. ايوه الجهاز الكمبيوتر مش هيفصل، يبقى كل واحد مستقل، لان انت لو بصيت في السويتش من ورا عباره عن فتحات مستقله، وبالتالي التوصيله دي بتاعت السويتش احنا بنسميها ستار. فاكر انت ستار ودلتا في الكهرباء؟ احنا هنا بنعمل حاجه بيسموها ستار ورينج. رينج ده رينج اللي هو التوالي، يعني انت لو خدت دايره كده، حاطط جهاز هنا، حاطط جهاز هنا، حاطط جهاز هنا، وحاطط جهاز هنا. ايوه الله، مين اللي قال توبولوجي يا حبيبي؟ انت بتاع كليات، تعالى التوبولوجي دي حبيبي. تمام. التوبولوجي اللي هو الشكل الفيزيائي، عشان نبقى عارفين كلمه توبولوجي دي، التوبولوجي اللي هو تكوين الفيزيائي للمنظومه. هنا انا موصل كاني جايب مصدر اهو، موصل بالجهاز ده بمصدر، واخد المصدر ده موصل الكابل وموصل هنا على توالي. لو حصل فيلير هنا، حصل مشكله في الجهاز ده، الاجهزه اللي واصل لها المصدر كده دي ودي هتشتغل، بس دي فصلت ودي فصلت، لان الدايره دي هنا ايه مش كاملانه برضه، يبقى انا لازم امشي ايه حسب اللوب. يبقى انا هنا لو انا مشيت على توالي عندي مشكله، ان حاله التوالي لو فصل جهاز، نفس القصه اللي بنعملها في الكشافات. يبقى لو حد سالك بره، مش معقول تبقى انت مهندس ومش عارف توصل اربع كشافات مثلا في غرفه، ادي كشاف سبوت مثلا وسبوت وسبوت، بنعمل ايه؟ بناخد من الكشاف ده توازي، يعني بننزل نسقط السلكتين وناخد السلكتين دول نروح على الكشافه اللي بعده، نروح الكشافه اللي بعده ناخد الكشاف اللي بعده وناخد السلكتين دول ونروح. طبعا في شغل الكهرباء بنروح على اللوحه الرئيسيه، بنحط البريكر، حاجه دي هنا بيسموها هوم رن، الناس اللي شغاله فيه الهوم رن هناخدها برده في اللو كرنت. اخر كشاف او اخر ديتكتور رحت رايح بيه على اللوحه، الوصله دي بسميها هوم رن، اسمها هوم، اكتبها هوم رن، اللي هو من اخر وصله للوحه. تمام، بسميها هوم رن. تمام، للطبلون يا دكتور، يعني اللي هو الطبلون اللي هي اللوحه، الناس بره في السوق بتقول على اللوحه الطبلون. معاك انا على فكره، حته مهمه جدا يا شباب، حته مهمه جدا، وما تعرفش الناس في السوق بره بتقول الكلمه دي ازاي. يعني واحد يقول لك طبلون وتبقى انت دكتور في كليه الهندسه مش عارف يعني ايه طبلون، دي مصيبه. انا دايما بنادي في الكورسات بتاعتي ان انت تبقى انت الراجل بتاع السوق، المهندس والفني والدكتور واللي تعمل الحاجه بايدك، ده اللي هيخليك لان احنا شايفين جاب كبيره جدا بين دكاتره كليه الهندسه وبين المهندسين وبين الصناعيه اللي بيشتغلوا معاهم وبين الناس اللي موجوده في الحياه اللي هم الناس العاديين اليوزر. يعني واحد يقول لك، واحد احنا خدنا في الكليه يقول لك ايه اشباه الموصلات السيمي كوندكتور. طب ما اشباه الموصلات دي في ناس بره بتقول عليها سيليكون، الراجل اللي بره ما يعرفش ان اشباه الموصلات فيها سيليكون وجرمانيوم، فاهمني؟ وفي ناس بتقول عليها دايود وفي ناس بتقول عليها دايود، وكل واحد بنطقها ايه زي ما بيقولوا كده. لازم تعرف حتى الناس في البطحه بتقول اللفظ ده ازاي عشان تعرف تتعامل. لازم فعلا تعرف تتعامل مع كل الناس، ما تبقاش انت منفصل، ولازم تبسط المعلومه يفهمها كل المستويات، وده دورك، ده دورك. يعني لازم افهم الناس المعلومه. احنا الناس اللي بتشتغل في المواقع مش مهندس، معلش، طب انا كدكتور والمهندس المشرف والاستشاري والمقاول والفني الكهربائي كلنا قاعدين مع بعض ولازم نوصل له المعلومه، اوصلها له ازاي لو انا مش عندي؟ ما دي مشكله. لازم تعرف المصطلح بكل الاساليب اللي بتتقال في شغل. تمام، المهم اللي انا عايز اركز عليه ان لما بتيجي تشتغل من اللوحه
بتوصل للديتكتورز دي بتروح الديتكتور نفسه او الحساس او الساوندر بيبقى واصل على التوازي، لان انت عارف دلوقتي لو عملناه توالي واحد فصل كله إيه؟ فانا باخد سلكتين، شايف هنا ركز معايا، معرفش الصوره واضحه كويس ولا هنا. تمام السلكتين دول ايه؟ الجهاز ده تمام ساوندر مثلا وده سموك ديتكتور، هما الاثنين واصلين مع بعض على التوازي، يعني الكهربائي لما جه ركب خد الفرده دي اللي طالع بيها نزل على نقطتين داخل الديتكتور وخد من النقطتين من نفس القصه دي راح موصل على ديتكتور تاني او على ساوندر، يبقى دي ودي مش توالي، عشان الوهله الاولى هنا كده في الرسمه دي يقول لك اه ده اهو ماشي وراح للي بعده ده توالي غلط. سلكتين هما الله يفتح عليك. الرمزيه دي الله يفتح.